السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدى شو بسوينا اليوم؟ اليوم حنسوي إن شاء الله غريبة بالفول السوداني. غريبة الفول السوداني هذا هو. عندنا نص كيلو وتدخلوه الفرن تخلوه شوية بس ما يكون محروق بس شوية عشان القشر هذا يطير منه. إنزين. وعندنا خشوقة قرفة صغيرة وخشوقة بيكنج باودر صغيرة، عندنا شوية مليحة وعندنا راس ملعقة شوية الخمير من هذا. أنا دائما الغريبة أستعمل فيها هذا عشان تجي مفتوحة شوية. خميرة. إيه. شو نوع الخميرة؟ الخميرة العادية. ماشي الخبز هي العادية بس شوية. بس سريعة. لا شوية منها. وعندنا خشوقة ديال مربة المشمش وخشوقتين فيها مي زهر. خشوقتين مي زهر وخشوقة مربة مشمش. عندنا ثلاث بيضات صغار، إذا كان البيض كبير حطوا بس اثنين بيضات. هذا بيض عربي لأنه صغير هذا. عندنا كوب سكر. سكر بس هذه الأشياء. وهذا؟ هذا للتزيين، سكر ناعم، بعدين حنوريهم كيف. يلا. أول شيء تحطون زي كده شوية شوية. طحنون. حطون على كل كمية حطوا على شوية سكر والطحنون. ليش الشكر؟ عشان يجي أحسن. أيوة. شوية بحل زي المعلق. إحنا ما حنطحنها وايد بس شوية حنوريهم كيف. زي كده. غدي مبثوث. إيه. ولا ريحته وايد قوية. ولما يتحمس تصير ريحته زينة. زين. تخلصين كمية كاملة. نخلص كمية كاملة هاي. أيوة. شوية شوية. اول شيء شوفوا لما خلصنا تحطوا المقادير هذه كلها النواشف، يعني تحطوا المربع بس على دباس. ايوه. والبيض شوي كيف تصير تصيرون الاشياء هذه كلها تدخلوها زي كده، واللي بيحط لوز يحط فستق عادي، اي شيء تبون حطوه. شو يعني؟ يعني في لما احنا حطينا هذا الفول السوداني اللي بيحط لوز يحط لوز بس يعني نفس الكمية نفس يعني كيلو. الخيار موجود. الخيار موجود. يقدر الواحد يحط سمسم، يقدر يحط لوز، يقدر يحط يوز، يقدر يحط فستق مثلا. اي شيء فستق تسوي غير. هي هي بعدين حنصور ان شاء الله بالفستق. شوفوا تصير زي كده، مو قوية مو لينة، عادي تخلوها خمس دقائق وتصيرون تكوروا فيها. حنوريكم يعني شيء عدة أنواع. هي هذه اللي نحن نسوين الغريبة بالفول السوداني، وشيء شراته بالكاجو، وشيء بال يعني على حسب الرغبة راعية البيت شو تبقى. صح هدى؟ ايه على حسب. زين. كم خليتي الحين هدى؟ أنا خليتها خمس دقائق عشان ما تشرب. صافي تسولها زي كده تخلوها عشان تجيكم سهلة. هاي الحين كم كمية كيلو؟ نص كيلو. هذا نص كيلو هاي. وبعدين شوفوا شوية زيت. زيت نباتي. هاي. فطاوة. في وين؟ طاوة. فطاوة. زيت نباتي شوية فطاوة. بس شوفوا هذه لازم طحين. طحينة؟ ايه. طحين رقم واحد. ايه. ترشون زي كده. يسوون. طحين يعني هذا. ايوه. زين. عشان ما تلصق. زين. بس. تصيرون. دلقموا فيها زي كده. دلاقم. تحطون سكر ناعم. في السكر ناعم. اللي ما عنده سكر ناعم انتم عارفين السكر وطحنوه. بس ينطحن وغادي يهنمونه. زي كده. شوي شوي كوريها شوي شوي. لا تكفي سنة. ايوه. ما فيها لا زيت ولا زيت. هذا زيت وين جاي؟ هذا من الفول السوداني. روحي سوي زيت. ايه. شوي شوي كوريها شوي شوي. ايوه شرات تيله القردوب الكبار يعني الحجم يعني يكون واحد الحجم. ها تحطهم بعد وحده سوي لنا. انت ماخذ السنه شوي شوي وتدربحين. ايوه ها. ايوه ها 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 ها, 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 ها. شوفوا بعدين زي كده لازم كده وحينه كده. ها تكون كلها في السكر. حاولوا تمسكوها لا تضغطون عليها بس حطون وبعدوا ترى فيها خمير. تنفخان شويه. كمية اللي اختارت عبارة عن صينيتين من هذا اللي هو غريبة الفول السوداني. أول شيء تشغلوا الفرن من فوق ومن تحت، لما تحطوها خليوها من فوق بس على درجة الحرارة 150.
كلها تاخذ 10 دقائق، لما تنزلوها من الفوق خلوها بس دقيقتين تحت ولا دقيقة. مرة ثانية عيد الكلام اللي قلتيه كله. لما تشغلون الفرن من فوق ومن تحت، لما تحطون الطاوة بس من الفوق يكون الفرن 150. يعني تحت يتبند. يتبند على درجة الحرارة 150 من فوق. انزين. بعدين لما تبان لكم هي تشقت شوية حنوريكم كيف، دقيقة ولا دقيقتين تحت بس. زين. بعد مرور 7 دقيقة فوق ودقيقة تحت على حسب الفرن اللي عندكم. فوق 7 دقائق وتحت خذوا دقيقة بس. تحت دقيقة وفوق 7 دقائق، هذا هو. وهذه طالت عماركم غريبة بشو اسمه بالفول السوداني. هذه هي الغريبة بالفول السوداني. هذه الغريبة بالفول السوداني اللي صورناها البارح وقلنا لكم اللي بنسوي شراتها. هذه حتى شال للبيت فوق الراس. فوق عند ديزل. صلاح تعال، لا انا بعطيك. بسم الله. صلاح